أذكر لك شيئا حصل معنا. مرة من المرات كنا في بلد عربي، كنا في بلد عربي، زرنا أحد المشايخ من مشايخ الطريقة الرفاعية ومن عائلة مشهورة جدا في البلد. أخرج لنا شيئا، قال هذه الشعرة الشريفة تبركوا، نحن علينا بتحسين الظن، مع أنني لا أرى الشعرة، لكن رجل معروف في البلد وعائلته عائلة كريمة وهو من السادة الرفاعية ومن مشايخ أهل البيت، لكن لهم عادة من شدة حرصهم على الشعرة الشريفة يخبئونها في عدة قطع قماش معطرة زكية طيبة ملونة إلى أن يصير حجم هذه الصرة كبيرا. فقال تبركوا الشعر فيها. قلت له لا نستطيع أن نرى الشعرة؟ قال نحن عادة لا نخرجها ولا نفتحها، إنما نتبرك هكذا. فأنا أصدقه، تبركت. ثم قلت له، أنا سألته، قلت له من أين حصلتم على هذا الأثر الشريف مع أني إلى الآن لا أرى الأثر، إنما أرى قطع القماش؟ قلت له من أين حصلتم على هذا الأثر الشريف المبارك؟ أخرج لنا وثيقة قديمة عليها تواقيع المشايخ وعليها أختام بعض السادة المشاهير من أهل البيت ومن مخاطير البلد ثم ذكر لنا، قال أنا حصلت هذا الأثر الشريف عن شيخي الشيخ إبراهيم خير الله الرفاعي الحلبي الرفاعي طريقة. طيب هذا مثال واحد وأحفظه عن ظهر قلب، هذا بالتفصيل باسم، نعم، في قضية واحدة. ثم أنا تمنيت، قلت له لو أنني أستطيع أن أرى الأثر الشريف، أنا أكلمك عن هذه الحادثة قبل ربع قرن، ما شاء الله، قبل ربع قرن. نعم. تمنيت عليه أن أرى الأثر الشريف، وذكرت ماذا قال العلماء عن من يرى الأثر الشريف وبعض الكتب، فقال هذا صعب جدا. فهو لاحظ أني تأثرت. نعم. ثم قبل أن نخرج جاء بالمقص، ثم صار يفتح هذه القطع القماشية، قطع القماش، صار يفتحها إلى أن وصل إلى قنينة صغيرة فيها شعرة جميلة 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 جدا، كأنها تضيء، كأنها تضيء. قال هذا الأثر رأيته، ثم سلمني فقبلته وشكرته ورجعت إلى بيروت. ما شاء الله. بعد نحو 15 يوما الشيخ جاء إلى بيروت، الشيخ جاء إلى بيروت، سأل عني، اتصل ببعض الإخوة الذين كانوا معنا عنده، قالوا الشيخ فلان يسأل عنك. قلت أين؟ قال في بيروت. ذهبت إليه، دعي إلى الغداء عند بعض الأحبة، ثم أخرج الشعرة الشريفة وقال هذه الشعرة وهذا المقص تقطع منها ما تريد. ما شاء الله. قلت له ما الذي تغير؟ ما شاء الله، كم ميلوا قلب الشيخ عم يفتح. قلت له ما الذي تغير؟ ما الذي حصل؟ قال لا أخفيك سرا، عملت استخارة. نعم. فرأيت شيخي الشيخ إبراهيم خير الله الرفاعي، قال لي هذا فلان وسماني باسمي. نعم. هذا نحن نحبه، ما شاء الله، أعطه من الأثر الشريف. يا سلام. قال لي، قلت هذه رؤية وهذا شيخي الشيخ إبراهيم خير الله. نعم. فترك، ثم بعد أيام أعاد الاستخارة، رأى الإمام القطب السيد الغوث، مين؟ أبو الهدى الصيادي، مش أبو الهدى، أبو علي. نعم. ها؟ أبو علي عز الدين الصيادي الرفاعي، يلي هو مين يعني؟ حفيد الإمام الغوث الرفاعي الكبير، حفيده مباشرة، حفيده مباشرة. قال له كما قال لك ولدنا إبراهيم هذا فلان وسماني باسمي، نحن نحبه، أعطه من الأثر الشريف. قال
هنا بدأ الأمر يتحرك عندي أنه الأمر عم بيكبر ويعلو. قال بعد أيام أعدت فرأيت الإمام الرفاعي وقال لي كما قال لك ولدي ها أحمد عز الدين أبو علي فلان نحن نحبه أعطه من الأثر الشريف. قال أعدت رابعة فرأيت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم وقال له فلان ولدنا ونحبه وأعطه من الأثر الشريف وهذا الأثر تقطع منه أنت ما تريد. قلت له أنا لا أقطع، أنت تقطع منه ما تريد. وقطع قطعة وقدمها لنا وعمل سندا ووثيقة بالإسناد الذي له متصلا، ثم مع الشهود ومنهم مخاتير نحو 4 مخاتير ومشايخ وممن كانوا حضروا أنه هو الذي قدم لنا مع ذكر إسناده. هذا مثال واحد عن مسألة الإسناد والتوثيق.